رجعنا لكم مره ثانيه، مبروك للنادي الاهلي. فقره التحكيم بقى معانا دلوقتي مع كابتننا الجميل كابتن سمير عثمان، حكمنا الدولي السابق. تحياتي ليك كابتن سمير. اهلا وسهلا كابتن، منور بنور حضرتك. المباراه النهارده سهله ولا صعبه؟ بص يعني الشوط الاولاني سهل، والشوط الثاني انا شايف يعني ان هم يعني اتصعبت شويه على الحكام، برغم ان الماتش الحمد لله خلص من غير مشاكل. بس انا كنت شايف يعني ممكن كان يبقى في اداء افضل من كده بكتير، يعني خاصه صباي عنده خبرات عاليه جدا تؤهله لاداره مباراه اصعب من كده بكتير. طيب خلينا نقدم طاقم التحكيم ونتكلم على حالاتنا اللي موجوده معانا. اوكي، النهارده كان الحكم الرئيسي محمد الصباحي، ومعاه مساعد حكم رقم 1 احمد نوفل، وشريف عبد الله رقم 2، وفي حكمين اضافيين اشرف رشاد ومحمد عماره من الدقهليه، وكان بعد كده الحكم الرابع عمرو جلال من منطقه القاهره، ده الحكم الرابع. طيب ناخد بقى حالاتنا لو جاهزه يا بيبو بعد اذنك، بالنسبه لحكامنا اللي هتقيمه يا كابتن في نهايه اللقاء مع بعض ان شاء الله. لكن دي حالتنا الاولى او الحاله الاولى. طبعا فاول واضح، والحمد لله الصباحي قريب منه قوي، احتسب الفاول، والجميل ان الصباحي لما قريب من الكره يبقى ما فيش خلاص اي اعتراضات، ومقنع قوي على الفريق اللي احتسب عليه الخطا النادي الاهلي. وطبعا هو في طبعا هو الراجل بيكمل في اعاقه بالجسم، اعاقه مش ممكن ما تكونش بالرجل او بايد، انما هنا بالجسم. فاول واضح طبعا، صباحي قريب حسب الخطا من غير اي مشاكل، واللعيبه طبعا مقتنعين بقراره ان هو واضح بالنسبه له قوي. ده كان اول خطا احتسب في المباراه. تمام. معنا باقي الاخطاء كباتن ولا بيبو؟ يعني دي حاله من الحالات كانت في الدقيقه 3، اكيد حالاتنا الاخرى موجوده معانا كابتن على الشاشه. بالظبط، وفي هنا في برضه هنا في خطا، ده الحاله رقم 2 النهارده، كان احتسابها مساعد الحكم رقم 2، اما تيجي في الاعاده واضحه جدا. بص هتلاقي ازارو ساند على اللعيب، هي سند خفيفه بس طالما وانت بتجري يا كابتن محمد التوازن خلاص بتاعك بيبقى اوت اوف بالانس، فلازم مش هتعرف تكملها. بص السنده البسيطه دي خليته بره، هتلاقي شريف عبد الله مساعد الحكم رقم 2 بيطلع اشاره واضحه جدا للحكم بيقول له لا ده فاول، مفيش مشكله. يعني المباراه كان الحمد لله في مجملها مفيش مشاكل، مفيهاش حاجات جدليه. بعد كده نيجي الخطا الثالث، كان في الشوط الثالث او الحاله الثالثه اللي احنا شفناها في الشوط الثالث. اهو بص هنا برده فاول، هو فاول بسيط، صباحي برده قريب. انا جايب معظم الفاولات عشان ابين القرب المسافه. بص يا كابتن الاعاقه اللي بالرجل الشمال بتاعت لعيب الاسيوطي، انا جايب الحالات دي ليه يا كابتن؟ عشان الصباحي قريب قوي من الكره، طالما ان الحكم قريب من الكره بتسهل له القرار، لا يمكن يبقى فيه اي نوع من انواع الاعتراض حتى لو احنا شاكين فيها، مجرد قرب الحكم من الحاله خلاص بيبقى قرار الحكم بنسبه كبيره جدا سليم فيها. تمام. بس طبعا واضحه برضه، هتلاقي برضه هنا الصباحي قريب من الكره. بص اي بص حطت رجله الشمال، دي طبعا سهله جدا ما فيهاش مشكله، بس طبعا لعيب على لعيب الازهر المفروض برضه ما يعترضش طالما انت خدت حقك ما فيهاش اي مشكله. بعد كده بقت الاخطاء عاديه، اللي هي العاديه في المباراه، ما في اخطاء، ما فيش كتير اخطاء كتيره في الشوط الاولاني. بعد كده رحنا في الشوط الثاني دايركت. هنا بص هنا ده يعتبر اول انذار في المباراه، هنا ده طبعا خطا بسبب التهور، وهتلاقي فيه كارت اصفر طبعا هيطلع على لعيب الاسيوطي، وبرضه بسبب منع اللعيب بامكانيه الحكم. تمام. مش هيبقى فيه اي نوع من انواع الاعتراض، الراجل تقبل الخطا وخد الكارت الاصفر، وبعد كده كمل عادي جدا ما فيهاش مشكله. دي برضو هي الكوره اعاده، بس احنا بنعيدها تاني بالرغم ان محمد بعيد، بس خالد سليمان هتيجي برضو، هتيجي وهياخد اعتقد برضو فيها كارت. بص هنا الكره دي يا كابتن احنا بس عاوزين نرجعها بس بهدوء شويه، هي الكرة دي بس. بص نكمل الكرة، احنا عاوزين نشوف مين اللي لعب الكرة لحال حارس المرمى بتاع الاسيوطي، هل لعيب النادي الاهلي ام لعيب الاسيوطي؟ لو لعيب الاسيوطي هو اللي لعب الكرة عن تعمد لحارس مرمى الاسيوطي، يبقى المفروض دي من وجهة نظر لازم تبقى ضربة حرة غير مباشرة لصالح النادي الاهلي. بص احنا نقدر نشوفها الكرة اتلعبت عادي، واضحة انها رجل لاعب الاسيوطي يا كابتن ولا ايه؟ انا شايفها رجل لاعب الاسيوطي، بس نشوفها مع بعض مع المشاهدين برضو. هي ما اتعادتش في المباراة. بص هنا الكرة اتلعبت،
وبرده لعيب الاسيوطي بيلعبها براحه يعني ما فيش اي نوع من الضغوط. رجعت خلاص نكمل اللعب. حسبها بقى كابتن على اساس هو كملت اللعبه طبيعيه. هي ما فيش هي دي طالما المدافع اللي رجعها الحارس مرمى يبقى ضربه حره غير مباشره. بس هل هو يعني بص هنا بقى وليد بص هنا وليد بقى ابتدى ياخد باله. بص هو كان منتظر انها تتحسب بس هي دي طبعا ما ترجعش لمحمد بس لازم ترجع برده للحكم مساعد رقم واحد والحكم الاضافي نظره بس دي راجع على حارس المرمى راجع حارس المرمى المفروض من وجهه نظرك المفروض تتحسب ركله حره لان هو مش يعني مش هو مش عايز ياخد الكوره او يمشي بيها فوقع فالكوره بالظبط هو مرجعها هو اللي مرجعها تمام. بعد كده في فاول خطا في وزب على لعيب بتاع نادي الاسيوطي من بتاع الاهلي برضه فاول ما فيهوش مشكله. معظم الحالات الفنيه النهارده في المباراه بنسبه زياده عن 95% الحالات الفنيه كلها صح معظمها يعني 95 طبعا ده وزب واضح طبعا بالايد وبالجسم بكل حاجه خلاص ده فاول عادي جدا ما فيهوش مشكله الحمد لله تمام. وبعد كده وهنا بقى برضو في كوره دي كره بص هنا الكره دي مهمه جدا كره مهمه برضو صباحي قريب جدا من لعيب بتاع النادي الاهلي في خطا حصل محمد الصباحي كان هيدي اتاحه فرصه كان هيدي اتاحه فرصه بس استنى الثلاث ثواني اول ما لقوش انه هيقدر يستفيد ولا يكمل بالكوره بص خلاص وقف. هتلاقي هنا محمد ايه صفر والصفاره بتاعته مش متاخره بس هي صفاره سليمه اللي هو كان ممكن وليد يكمل بالكوره كان ممكن يديله اتاحه فرصه طالما انه ما كملش بالكوره فبيرجع للخطا الاولاني وبيحتسبه. فطبعا ده برده ده ترجع برده يا كابتن محمد بص لمس كتمه الرجل على الارض دي ده برضو يرجع لموقف محمد الصباحي قريب ان الكور دي بالرغم ان احنا شايفينها سهله في التلفزيون انما لو هو بعيد مش هيقدر يشوفها بطريقه كويسه. هنا بقى كابتن نيجي في الكوره دي هي الكوره بقى دي اللي محتاجه منك كلام كتير نتكلم فيها. بص تمام هو مبدئيا قبل ما نروح للكوره يا كابتن محمد انا عاوز اقول لحضرتك حاجه يعني قبل ما نروح للكوره يعني ممكن نثبت الصوره احتساب ركله لمسه الكره باليد احتساب لعب الكره باليد تمام رقم واحد لازم يبقى فيها شرط التعمد يعني بغض النظر يعني مش عايزين نروح للكره دي دلوقتي يبقى اول حاجه انا عايز اسالك سؤال لما تخلص الاجابه دي يا كابتن تمام اول حاجه في لمسه اليد لازم عنصر التعمد لازم عنصر التعمد تمام عنصر مهم بعد كده يجي مهم جدا المسافه المسافه بين لعب الكوره واللعيب تاني حاجه موضوع الايدين محطوط فين وفي حاجه بقى ثالثه بتحل الموضوع ده كله يا كابتن محمد هل ايد اللعيب هي راحت للكوره ولا الكوره ولا ايد اللعيب راحت للكوره ولا الكوره راحت لايد اللعيب الحاجات دي مهمه جدا تمام في الحاله اللي احنا شايفينها معانا في عنصر مهم جدا يا كابتن عنصر الاستفاده عنصر الاستفاده ده مش موجود في لمسه اليد عشان بس ايه نقدر نحط ايه تمام. قواعد نتكلم عليها عنصر الاستفاده في لمس اليد ده مش موجود اهم حاجه عنصر التعمد احنا هنا تعالى كابتن نتفرج على الكره دي الكره دي مبدئيا مش محمد الصباحي اللي حسبها لان محمد الصباحي لو حضرتك تتفرج الكره اللايف اللي هي العاديه كان بيكمل اللعب بعد كده جات له تعليمات اعتقد من الحكم الاضافي كابتن اشرف رشاد احتمال اشرف رشاد شايف حاجه احنا مش واضحه لينا بطريقه معينه هو قال له لا ده فيها ايه لعبة يد لا تعمد يد انما لو نيجي بقى نتفرج على الكره دي يا كابتن محمد هات بقى احمد او بيبو بعد اذنك الكره اتلعبت تمام اللعيب المدافع بتاع الاسيوطي بيحاول يطلع الكره والدليل على الكره جايه بطريقه عكسيه فطلع شيء طبيعي جدا وانت بتنط يا كابتن شيء طبيعي كل ده انت جسمك سليم انت لا يمكن هنا شايف المسافه دي يا كابتن المسافه اقل من ياردة واللعيب المدافع بتاع الاسيوطي ومش شايف الكوره مديله ظهره طب مديله ظهره نور راجل كره عكسيه فمستنيه عشان يلعبها بطريقه عكسيه فاللعيب بتاع النادي الاهلي بيلعبها في الجول جت في ايده الشمال تمام طبعا هي الكره دي ما فيش اي نوع من انواع التعمد ومن وجهه نظري انا طبعا الكره دي مش ضربه جزاء طبعا كابتن انت بتتكلم على قواعد احتساب الهاندبول تمام الكره دي لو بره 18 وانت حكم يا كابتن بره 18 مش بتكلم تمام هتحسبها ايه؟ ولا حاجه ده بالعكس دي الصعوبه جوه اخطر لا ما هو انا بتكلم ان حته جزئيه انها بره 18 او جوه 18 بتدي جراءه للحكم شويه هي انا معاك لو بره تديك جراءه اكتر احسبها هاندبول ما فيهاش مشكله مش مؤذيه قوي انما لا الحكم اللي عاوز يحسب جوه
لازم يحسب بره، واللي يحسب بره لازم يحسب جوه. طالما انت حكم بتعمل اسمك وانت اسم حكم كبير، انما كوره زي دي انا من وجهه نظري انا طبعا ما فيهاش ركله جزاء. والدليل على كده محمد صباح اعتقد لو النهارده بيلعب لوحده، لو بيلعب لوحده مش هيحسب ركله الجزاء دي، بناء على طبعا اشرف. واشرف خلي بالك من الحكام الهايلين، فنيات هايل، بس هو ممكن يكون شايف حاجه من وجهه نظره انا من زاويه بتاعته مش واضحه لنا هنا. انما هنا طبعا بجميع الاحوال لا، ده لعيب بينط بظهره، الكره جت في ايده خلاص، مفيش مشكله، مفيش مشكله خالص، مفيش تعمد، مفيش عنصر مسافه كمان قريب جدا، اللعيب مش شايف الكوره، وده جسم تشريحي جدا، اللعيب هو طالع يمكن تبقى ايديه مزنوقه في ايديه يعني. تمام، يعني مش ضربه جزاء عشان بس الناس نظري. احنا هنا في قناه الاهلي اهو. لا بص، احنا هنا فير جدا او فير اناف ان احنا نقول ان كابتن سمير عثمان بيقول انها مش ضربه جزاء نتيجه قواعد احتساب لمسه اليد في القانون التحكيمي في كره القدم في اي حته في العالم. ماشي، احنا بقى في اي حته في العالم الكره دي صعبه. لا 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 خلاص، وما فيش على فكره ما فيش حد يعني الحمد لله من ساعه ما جيت هنا حدش بيقول لي تقول ايه او ما تقولش. صحيح. ايه بصراحه يعني صحيح. عمليه محترمه جدا الحمد لله. تمام، ولكن خلاص هو دي كره القدم عاديه جدا وما فيش مشكله. النادي الاهلي يعني ساعات بيستفاد من اخطاء، ساعات ما بيستفادش من اخطاء، بالعكس بيجي عليه اخطاء، وانا في الفرق الثانيه بتستفاد. وانا عاوز اسيد في الكره دي قبل ما تتلعب كمان يا كابتن، الكلام اللي قاله محمد عبد الكريم المدرب العام بتاع نادي الاسيوطي لما سالوه على التحكيم، قالوا ما احنا مش بنتكلمش في التحكيم. ناس محترمه جدا بصراحه، رد جميل جدا برغم هو هدف الترجيح في المباراه. فده شيء محترم جدا لما المدرب العام بتاع الاسيوطي يقول في كوره زي دي والهدف الترجيح في المباراه، انا مش بتكلم عن التحكيم، فده شيء محترم جدا. اتمنى بقيه المدربين ينهجوا نفس المنوال بتاعه بصراحة. احنا ما عندناش حالات ثانيه يا شباب ولا في حالات ثانيه؟ طيب، في معانا حاله كمان يا كابتن سمير، دي امامنا على الشاشه. أوكي. هي دي ولا ايه؟ دي ضربه الجزاء طبعا. النهارده الارض كانت في زحلقه شويه كده يا كابتن. طبعا حتى بانت في ضربه الجزاء لوليد سليمان ان هو حتى هو بيحطها اتزحلق دي. طبعا الحكم ملوش دعوه بحاجه زي كده، بس ايه طبعا هو الملعب ده الله يكون في عونه بيتلعب عليه مباريات كتيره جدا. كتر خير الملعب ده بصراحه انه مستحمل لغايه دلوقتي. يعني بصراحه الناس اللي قايمين على صيانه الملعب دول عباقره انهم لغايه دلوقتي محافظين عليه بصراحه. كمان دايما طبعا مع المطره واللعب الايجاد بتاع اللعيبه اللي بيلعبوا عليه على الملعب. هي دي الحاله يا شباب. طب الحاله دي فيها ايه؟ في لاعب دي بالنسبه للاعب يا كابتن وخارج. اللعيب هنا اللعيب دي بس يعني بنكمل بقيه الكوره، هنكمل بيت الكوره دلوقتي. اللعيب خرج، نكملها لان ايه، كنت عاوز ابين ان اللعيب بعد ما اصيب هو عاوز يرجع لارض الملعب. اوكي، والكره قصاده، وصباحي طبعا مش عاوز يرجعه، وده قرار سليم 100%. ليه؟ لان طالما ان الكوره بتبقى جنب اللعيب المصاب وهو بره، ما ينفعش اللعيب ينزل ارض الملعب. ايوه، يا ريت نكمل الكوره، يا ريت نكملها، عشان عاوز ابينها، عشان بتبقى المدربين واللعيبه مستعجلين قوي على اللعيب بتاعهم انه عاوز ينزل. يعني كل ده خلاص اللعيب بيتعالج بره. الكرة بعد ما تتلعب وهترجع اعتقد هتيجي عند الجزء الثاني لسه، اعتقد يا ريت انك تخلي اللعب برضه شغال عشان تبان هو ليه الحكم مش عاوز ينزل اللعيب. بص يا كابتن، هنا اللعيب بقى جاهز، تمام؟ ما ينفعش الصباح ينزله هنا، لان هو لو نزله هنا في وقت زي ده يبقى ادى افضليه للفرقه اللي بره، فما ينفعش ينزله، فلازم الكرة تروح الناحيه الثانيه عشان يقدر ينزله، عشان هو لو نزله هيبقى في افضليه على فرقه معاها كوره. وده طبعا تصرف ذكي جدا من صباحي، ده انا بحب بس اوريها للعيبه والمدربين عشان ما يقولوش ايه للعيب طالما انه جاهز ليه ما ينزلش، ليه ما ينفعش ينزل طالما الكوره قريبه من خط التماس. تمام، فدي كانت لعبه كده. حالاتنا خلصت الشباب. اخر حاله كابتن، اخر حاله طبعا دي هنا في طبعا فوق. بص يا كابتن، هنا خطا واضح جنبه، انذار واضح طبعا، ماسك الخصم في بروميس اتاك، اللعيب بتاع النادي الاهلي منع اللعيب من استكمال مسيره الكوره، فطبعا لعبها بيبقى انذار واضح. والمسافه برده بتاعت صباحي قريبه جدا، فانا برده بحيي صباحي على الاماكن بتاعته اللي خدها النهارده. فالنهارده معظم القرارات الفنيه بصراحه جميل. مع اختلافي في ركله الجزاء بنسبه زياده عن 95%، اخطاء فنيه مستوى عالي بصراحه مع طاقم التحكيم. وارد طبعا، وارد. طيب قول لي تقييمك بقى. بص النهارده كمجمل طبعا الماتش خلص ما فيهوش مشاكل باستثناء ركله الجزاء اللي هي وجهه نظري انا طبعا هي اثرت طبعا على نتيجه المباراه، انما كالمساعدين ادوا اداء رائع النهارده.
الحكم الرابع الاضافي اشرف عمل مباراه كويسه، ما اختلفي معاه في ضربه الجزاء اللي حسبها. محمد عماره كان عنده حالتين برضو سعد صباحي فيها، والحكم الرابع عمرو جلال ما كانتش عنده حالات تذكر. فبالاجمال يعني طقم الحكام جيد النهارده الحمد جيد لله. طيب خليني اقول لك بقى حاله كده كابتن، معلش جات لي طبعا قانون الكوره بيتغير كل شويه، قوانين بالظبط في القانون الجديد ان انت وانت بتعمل ضربه البدايه مش لازم ترجعها تمام لو انت بقى لارضك عشان تطلع هو الاول. بص يا كابتن هو قانون كره القدم عباره عن 17 ماده تمام، 17 ماده تمام. حضرتك بتتكلم على التعديل الاخراني في استئناف المباراه سواء بداية المباراة، كنا لازم المفروض الأول نلعب ركلة البداية للأمام، كان لازم تلعبها للأمام في أرض الفرقة الثانية أرض الخصم. إنما التعديل اللي اتعمل في السنة اللي قبل السابقة السنة اللي قبل الفاتت، لا أنت ممكن ترجعها لفرقتك على طول، ممكن ترجعها لورا. كان زمان لازم الاول تروح لنص ملعبك. يعني دلوقتي في ظل القانون الجديد او التعديل اللي حصل ده، لو انا بلعبها من اول لمسه وشطها في الجول جول حتى من اللي فات، حتى من القديم، لو من القديم بدون اللمس او ترجع لمس بدون لمس ده ترجع لورا، دي بقى اوبشن جديد. يعني انت طول عمرك لازم تلعبها لقدام، انما انت بقى لو لعيب قوي شويه وعاوز تشوطها مره واحده مباشره ودخلت في الجول طبعا تحتسب هدف مباشره، بس هي صعبه شويه، عاوز يعني واحد جامد شويه ساعات الا لو مع الهوا بقى بتحصل. ليه ما تحصلش؟ والله انت بتقول يا كابتن لازم نبقى عارفين عشان نستفاد من كل دي بتحصل في ماتشات الناشئين. لان عاوز اقول لحضرتك حاجه، ماتشات الدوري الممتاز اللي احنا بنتفرج عليها دي اسهل تحكيم فيها، انما ماتشات الدرجه الثانيه بتبقى صعبه، الدرجه الثالثه بتبقى اصعب بكتير. ماتشات الناشئين بقى طبعا بتبقى حاجه فيها اخطاء كتيره تتفرج عليها وتستفاد بيها. يعني صحيح كابتن نور، شرف كابتن، شرف ليا كابتن محمد، خليك وطبعا صراحتك مهمه جدا في اي حاجه سواء بقى كانت يعني ضد الاهلي او في المباراه، لان هي دي الامانه اللي انت بتوصلها دايما ومن خلال طبعا قناه النادي الاهلي. احنا قناه خاصه بفريق النادي الاهلي او للنادي الاهلي، لكن الحق ان احنا بنشوف ايه المظبوط اللي يتقال وبنقوله. يعني بشكر حضرتك كابتن محمد على ذوق حضرتك وعلى المساحه اللي حضرتك سايبها لي ان اقول اللي انا شايفه في المباراه بدون اي حاجه.